أنا يعني شوية أرجع أيضا للتاريخ. رامسفيلد في كتاب المعلن والمخفي يقول أن الرئيس العراقي صدام حسين عند لقائه به عام 83 قد أخبره أن فرنسا تتفهم الموقف العراقي، وبالتالي التعامل مع فرنسا أثمر بحيث أنه تمكنوا من أن يأخذوا المفاعل النووي، مساعدات وصلت إلى 1.5 مليار تقريبا، التجارة والتبادل الاقتصادي والعسكري وغيره والنووي بين فرنسا وطلب يعني تقل رامسفيلد يعني لماذا لا تكون هذا الموقف الفرنسي اللي استمر إلى 2003، ما رفضوا ما شرعنة الغزو العراق واحتلال عام 2003 من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة. طيب يعني في تقديرك لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ هذا الموقف ما دام مصالحها مضمونة؟ أمريكا غير فرنسا، أمريكا غير أوروبا بشكل عام، اللي يتحكم في السياسة الأمريكية غير اللي يتحكم بالسياسة الفرنسية. أنا على حجمي الصغير بالمقارنة ثبت لي أنه العلاقات الشخصية تلعب دور كبير جدا في موضوع تمشية الأمور كلها. فأنت تتحدث عن العلاقة العراقية الفرنسية، ليش؟ لأنه كانت العلاقة بين الرئيسين آنذاك، تتحدث عن الرئيس صدام حسين وتتحدث عن جاك شيراك، كانت الرئيس علاقة الفرنسي أقرب ما يكون إلى الأصدقاء الحميمين. فلهذا في وقته بـ72 من صار موضوع التأميم أعطيت فرنسا خصوصية، قال لك فرنسا ستستمر تتأخذ النفط العراقي بالشروط السابقة وإلى آخره، واستمرت وأعطيت بالعكس أعطيت فرصة لتطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية بالنسبة إلى خطوط الأنابيب إلى 1,400,000 برميل باليوم، وراها إجا المفاعل النووي. كلها سببها يعني لو ما شراك موجود تق ما كان يصير هذا الشيء. فأنت تتحدث ليش ما صارت ويا أمريكا؟ أنت بأمريكا تتحدث عن نظام خاضع إلى أهواء وسيطرة أيباك وسيطرة جهات أخرى، بالتالي من ويا من يسوي علاقة هذه؟ العلاقة سويها ويا نيكسون لو سويها ويا ريغن؟ يعني وفقت ريغن كان أكو محاولات ومجيء رامسفيلد.